عفاف، يمكن دائما عم نركز يمكن على قديش يمكن المصيبه كثير كبيره والكارثه الانسانيه كثير كبيره، لكن هون المصاب بخففه العمل الانساني التطوعي، المبادرات والجمعيات وجميع الشباب الموجود على الارض في كافه المحافظات اللي عم يقدم يد العون لجميع المتضررين المنكوبين من الزلزال. بتكبر القلب، بتحسسنا قديش ممكن فعليا مع بعض ومع التكافل الاجتماعي نتخطى هي الازمه. لنحكي عن ابرز المساهمات والاعمال اللي قام بها أعضاء مجلس أمناء مؤسسة سوريا بتجمعنا في محافظة حما. معي عبر الاتصال الهاتفي رهف قبيطري، عضو مجلس أمناء المؤسسة. صباح الخير. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير رهف. يسعد صباحكم بألف خير يا رب. يعطيك العافية. هلأ بعد ما هدي الوضع إن شاء الله على طول بيضل هادي ومنرتاح بقى، شو هي آخر الأنشطة اللي عم تقوموا فيها حاليا بهذا الوقت؟ يوم إحنا ممكن ما قلنا متواجدين بأي كارثة، كنا سواء كارثة الحرائق ولا كارثة الزلازل، كنا من اليوم الأول متواجدين. كانت مثل ما حكيتي أول فترة كانت العالم لسه عم تيجي على مركز الإيواء، واليوم عم نشتغل. كنا أول فترة بالألبسة، نوزع ألبسة شتوية واحتياجات الأطفال للحليب نحصية لنقدر نوصل لهم لكل طفل. اليوم حاليا عم نشتغل وجبات. اليوم في قرى بحما هي قاوية عالم من حلب ومن لاذقية اجى تحتمد بضيعة، فنحن عم نقدر نوصل لهم عم نقدر نوصل لهم هي الوجبات لعندهم مع مستلزماتهم الثانية. طيب انتم موجودين في عدد من المحافظات، مجهود كبير عم تقوموا فيه، ومثل ما قلتي خلال حديثك يمكن الناس اللي اجت من محافظة اللاذقية او حلب صارت في اعداد كبيرة، فالمجهود عليكم مضاعف. مبدئيا كل الجمعيات والمبادرات الانسانية وجميع القطاعات كانت انعام وخاص كانوا عم يبلشوا بالعمل الاغاثي، مبدئيا تأمين الغذاء المواد الطبية. بعد هاي الفترة شو حاطين ضمن خططكم القادمة؟ هلا اليوم نحن بس نخلص اغاثه، العمل الاغاثي ما بيستمر، ما فينا نضل مكملين فيه. اليوم بس نخلص هي الفتره وتمرر الازمه على خير ونقدر نحصل عدد من المتضررين الموجودين، لانه لحد الان لسه موجوده، لسه الزلزال عم يضرب مره واثنين ولسه في بيوت عم تتصدع. فلما يخلص الكشف الهندسي كامل البيوت ونحصي كامل المتضررين اكيد بدنا نوصل لكل طفل طلع من مدرسته وتعرف شنطايته بهالبيت، نرجع نعمل له شنطايه، نرجع نعمل له قصاصيه. اي حدا متضرر بهالكارثه بالنسبه للادويه نرجع نعمل له ادويته، نرجع نعمل له احتياجاته، نعمل له مسكن. اليوم اليوم هو يعني معروف عند الكل هذا البيت هو الامان، بس حدا خسر الامان، فنحن اليوم بدنا نحاول نرجع لهم هذا الشعور بالامان، وإن شاء الله نقدر نأمن هذا الشيء لكل المتضررين بثلاث محافظات. رهف اليوم أكيد عم تعملوا كميات كتير كبيرة من الأكل ضمن المطابخ، كيف عم يتم تأمين المكونات بهي الكميات الكبيرة وكيف عم يتم التنسيق لها؟ يعني عم تلاقوا صعوبة ولا الوضع ضمن التنسيق الصح لهي الكميات الكبيرة؟ دائما نحن بنحكي انه ايد وحده ما بتدقق، اليوم سوريا بتجمعنا ما فيها تمشي لحالها بهالكارثه بل ما تكون مستعينه بحدا او مشفقه مع حدا. اليوم نحن من اول يوم كنا بتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل والتشبيك مع الامانه السوريه للتنميه، اليوم مو بس مجتمع اهلي، اليوم عندنا القطاع الخاص قدم يد العون، اليوم نحن عندنا مطبخ اسامي مشكورين مع الشيف سليمان عمر، قدموا المطبخ تحت تصرفنا لنقدر نتصرف فيه ونعمل هي الوجبات. فيوميا عم يطلع مئات من الوجبات من هذا المطبخ. هذا الشيء ما بيشتغل لسوريا بتجمعنا لحاله، اذا ما كان في تشبيك من جهات حكوميه وجهات خاصه ومجتمع اهلي ومؤسسات خيريه نقدر نمشي خطوه بخطوه سوا، ما بنقدر نوصل لكل متضرر. اليوم ما في سوريا بتجمعنا اشتغل لحالي لاقدر اوصل للكل. صحيح. اليوم في حدا بيرمم حدا. أكيد، ويمكن هذا اللي عم نعول عليه منذ بداية الكارثة الإنسانية على بلدنا الحبيب سوريا، هو التكاتف والتكافل الاجتماعي والتضافر الجهود. لما نحكي عن تشاركية مجتمعية أهلية حكومية قطاع عام خاص جميع القطاعات اليوم الموجودة، اليوم خطة كتير كبيرة عم تكون على الأرض لتقديم جميع المساعدات والعون لأهلنا المنكوبين في المحافظات اللاذقية، حلب، حما، إدلب. خلينا نحكي مثل ما قلتي ببداية حديثك، يمكن اليوم
البيت هو مركز الامان والاستقرار لكل شخص، وهي الناس خسرت دائره الامان الصغرى. اليوم عم يتم العمل عم نشوف بالاونه الاخيره مع الملف الاغاثي تامين السكن مبدئيا لكل الناس، ويمكن ما فينا نامن السكن لكل الاعداد الكبيره دون هيدا التشبيك اللي حكيتي عنه. خلينا نحكي في خطه عم تقوموا فيها كسوريا بتجمعنا بالتشبيك مع المبادرات والقطاع العام ان كان، وكيف عم يتم مثلا الوصول لهدول الاشخاص عبر فينا نقول مراكز خاصه او التواصل مع جهات خاصه، لانه بنعرف العدد جدا كبير. اليوم في غرفه عمليات موجوده بالخمة، هي بتقدر الاحتياج وهي بتقدر كل مركز ايواء عدد الوجبات وكل باعه قديش في عدد عيال بيرفع كتب من رؤساء البلديه. اليوم هذا التشبيك مثل ما خبرتك مو بس مع جهه حكوميه كغرفه عمليات وزاره الشؤون ولا مجتمع اهلي كسوريا للتنميه ولا كقطاع خاص كافاميا فندق افاميا. يعني الجهات الموجوده اليوم على الارض اليوم حتى يعني كاهالي كمتضررين عم ناخذ منهم هي المعلومه. يعني اليوم نحن كقرى بدقوا لنا انه مثلا رئيس البلديه او حدا انه لا راحوا عائلتين راحوا حلب نزل الوجبات لعائلتين، نزلت 10 وجبات مثلا. اليوم هي المصداقية اللي عم تكون على أرض الواقع وهي اللهجة اللي عم نشوفها بعين السوري هي بإذن الله حتخلينا نقدر نوصل لكل متضرر، وإن شاء الله خطتنا نقدر نأمن منزل لكل حدا ان شاء الله. حليب الاطفال رهف كيف عم يتم تامينه؟ يعني هلا كثير صعب، كيف عم يتم تامينه هلا؟ هلا الحمد لله نحن يعني حصينا الاعداد اللي موجوده كانت من اول يومين الكارثه، بدنا نجيب حليب فوق عمر السنة، تحت عمر السنة كانت في جهات معنية هي مختصة بهذا الموضوع وقدرت تأمنه. الحمد لله يعني أهم شيء اليوم ما ينام طفل جوعان. وإن شاء الله ما منا أيام حدا جوعان ولا منا أيام طفل جوعان وبنكون حد كل حدا موجود بالمحافظات التابعة. ان شاء الله يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك، اكيد تحيه لكل كوادر مؤسسه سوريا بتجمعنا على الجهود اللي عم تقوموا فيها في جميع المحافظات ولكل الجمعيات والمؤسسات الخيريه والمبادرات الانسانيه وكل الجهات. شكرا كبير لكم، انتم دائما داعم لنا اعلاميا وكتف على كتف ماشيين من سنين. يعطيكم الف عافيه. الله.